بيتكلم فيلم النهاردة عن طفل اسمه كيفن وعيلته اللي بيحضروا نفسهم للسفر في أجازة، وبتدخل مامة كيفن عليه وبتلاقيه بيتفرج على التلفزيون، تسأله لو حضر شنطته، فبيرد عليها بجهاز في إيده بيسجل الكلام. بيسأل كيفن مامته ليه رايحين يحتفلوا بالكريسماس في ولاية فلوريدا اللي كلها شمس وما فيهاش أشجار للكريسماس متزينة. بتقول الأم إن الأشجار مش مهم، لكن لو مهتم بيها قوي ممكن يشتري واحدة صغيرة ويزينها بنفسه. بيرجع كيفن يتفرج على التلفزيون وبيشوف البرنامج اللي بيقدم الاحتفالات، والمذيع بيتكلم عن الاحتفال الضخم في نيويورك. بيسجل كيفن رقم التليفون بتاع الفندق اللي بيحجزوا فيه للاحتفال، وقبل السفر بتتجمع العيلة في احتفال المدينة وبيتفرجوا على كيفن اللي كان بيغني أغاني عيد الميلاد وسط الأطفال. وأول ما بيبدأ كيفن المقطع الفردي في الأغنية بيتريق عليه أخوه باز من وراه وبيعمل أشكال على راسه بالشمع اللي ماسكينه في إيدهم، وبيضحك الجمهور وبيتضايق كيفن اللي بيزق أخوه لورا، وبيقع الأطفال على المسرح وبيقع الديكور. وبيرجع كيفن وأهله للبيت وبيعتذر باز عن اللي عمله على المسرح، لكن كيفن بيفضل متضايق منهم كلهم علشان ضحكوا عليه، ومتضايق أكتر من باز أخوه اللي بيقدر يفلت كل مرة من العقاب قدام أهله. وبيقول كيفن انه مش محتاج يقول اسف لانه ما غلطش، وبيقول لهم انهم اغبياء عشان يصدقوا اكاذيب وحيا الباز. وبيتعاقب كيفن وبيأمر والده يقعد في الاوضه العلويه اللي فيها الكراكيب. بتدخل الام على كيفن وتقوله ان اللي عمله ده غلط وانه لازم يعتذر، لكن كيفن بيقول لها انه ما غلطش وانه مش عايز يروح معاهم فلوريدا، لو معاه فلوس كان هيقضي الاجازه لوحده مبسوط بعيد عنهم. وتاني يوم الصبح بتصحى العيله متاخر وبيحاولوا يجهزوا بسرعه، بيركبوا العربيه وبتوزع الام التذاكر على كل شخص وبيتاكدوا انهم موجودين كلهم. في المطار بيطلب كيفن من والده بطاريات فبيقول له انها في الشنطه. بيشوف كيفن فلوس في شنطة والده اللي كان بيجري مع باقي العيلة عشان يلحقوا الطيارة، بيقف كيفن يدور على البطاريات وبيتوه عنهم. وبتوصل العيلة للطيارة وبيوصل كيفن لطيارة مختلفة تماما، وبيدخل فيها وهو فاكر انه مع عيلته لانه شاف شخص لابس نفس الجاكيت بتاع والده. وبيقعد كيفن وبيحط السماعات في ودانه وبيسمعش صوت المضيفة وهي بتقول ان الطيارة رايحة نيويورك. بعد ما بتوصل الطيارة بيدور كيفن على اهله وسط المسافرين وبيلاقيهمش، وبيوصل اهل كيفن فلوريدا وبيكتشفوا عدم وجود كيفن في المطار، اللي بيكتشف في الوقت ده انه في نيويورك، فبيفرح ان امنيته اتحققت. وبيقرر كيفن يستمتع برحلته وبيتمشى في الشوارع وبيتفرج على المباني وناطحات السحاب وبيصور المدينة ومزاراتها. وقتها بيروح أهل كيفن للشرطة يبلغوا عن غياب ابنهم، وبيقول لهم الضابط إنهم هيكلموا مطار شيكاغو اللي جم منه علشان يبلغوا عن اختفاء الطفل لأنه أكيد موجود هناك. وبيظهر اتنين حرامية في نيويورك اللي هربوا من السجن بعد ما حاولوا يسرقوا بيت كيفن قبل كده، واللي قرروا يسافروا نيويورك عشان محدش يعرفهم هناك. وبيوصل كيفن فندق بلازا اللي كان بيشوف إعلاناته في التلفزيون، بينبهر بيه أول ما بيدخله، بيفتكر الإعلان اللي شافه إن القائمين على برنامجه المفضل هيبقوا موجودين في الفندق ده، فبيقرر يكلم الفندق وينتحل شخصية والده عشان يقدر يحجز أوضة فيه. وبيروح لموظفة الاستقبال وبيقول لها إنه وصل مع والده اللي عنده اجتماع واداله بطاقته الائتمانية عشان يدفع بيها ثمن الأوضة اللي اتحجزت باسمهم، ويستنى فيها لأنه طفل ممنوع من دخول الاجتماعات مع والده. وبيقول الضابط لأهل كيفن إن ابنهم ملوش أثر في مطار شيكاغو، ولما بيسألهم عن صورة لابنهم بيكتشف الأب إن محفظته في الشنطة اللي كانت مع كيفن واللي فيها كل الفلوس والبطاقة الائتمانية. وبيطمنه الضابط إنه هيبلغ البنك عشان لو الولد استخدم البطاقة يعرفوا يحددوا موقعه. بيستغرب واحد من موظفين الفندق وجود كيفن لوحده، بيطلب من سيدريك الموظف اللي بيوصل الشنط انه يراقب كيفن، بيعرف حكايته، فبياخد سيدريك كيفن للاوضه اللي كانت عباره عن جناح فخ وبيتفرج عليها كيفن وبيقرا سيدريك اسمه على الشنطه، وبيديله كيفن لبان مكان البقشيش، وبيقعد يتفرج على التلفزيون وبيطلب اكل وايس كريم وبينسجم مع الفيلم. وبيحاول الموظف اللي في الفندق انه يدخل اوضه كيفن ويعرف حكايته بنفسه، فبيدخل كيفن الحمام وبيفتح الحنفيات والدش وبيشغل مزيكا، بيفضل يحرك لعبه بلاستيك ضخمه من ورا الستاره، وبيشغل المسجل على صوت عمه فرانك وهو بيزعق، وبيصدق الموظف ان ده والد كيفن وبيخرج بسرعه. وبيتفرج كيفن على المدينه من الشباك وبيتمنى والدته سنة سعيدة نفس الوقت اللي كانت والدته بتعمل نفس الشيء من شباك الأوضة اللي كانت فيها. وتاني يوم الصبح بيخرج كيفن وبيقابله الموظف اللي بيعتذر له وبيقول له يوصل اعتذاره لوالده لأنه دخل الأوضة بالليل يطمن عليهم مش أكتر، وبيأكد له إن العربية الليموزين اللي طلبها جاهزة وفيها بيتزا هدية من الفندق. بعد ما بيخرج كيفن من الفندق بيقرر الموظف يتحرى عن البطاقة الائتمانية والمعلومات المتعلقة بكيفن، وبيقرر الاتنين الحرامية إنهم يسرقوا محل الألعاب لأنه المكان الوحيد اللي هيبقى فاتح وقت الكريسماس وفيه فلوس. وقتها بيروح كيفن لمحل الألعاب وبيقعد يتفرج على كل الألعاب الجميلة اللي تخص الكريسماس، وبيتمشى في المكان وهو منبهر. بيشتري كيفن لعبه وبيتكلم مع البياع اللي بيحاسبه وبيديله فلوس، وبيقول له البياع ان الفلوس دي هتروح لمستشفى الاطفال لان صاحب المكان بيحب الاطفال وده السبب اللي خلاه يعمل محل زي ده. بيقرر كيفن يتبرع بمبلغ اخده من مامته لما ساعدها في البيت، وبيقول ان الاطفال في المستشفى محتاجينه اكتر منه، فبيقرر البياع يديله هديه من زينه الشجره اللي في المحل، وبيديله لعبتين على شكل طائر وبيقول له يحتفظ بواحده ويدي الثانيه لشخص عزيز عليه علشان يفضلوا اصدقاء للابد. بيشكره كيفن وبيكتشف وهو خارج ان الموظف اللي كان بيتكلم معاه هو صاحب المحل بعد ما شاف صورته متعلقه على الباب. بمجرد ما بيخرج كيفن من المحل بيكتشف وجود الاثنين الحراميه، بيصرخ بصوت عالي وبيجري منهم بعيد وبيجري وراه. في الطريق بياخد كيفن سلاسل من اللولي من بياع متجول وبيقطعها ويرميها على الارض عشان يتزحلق فيها الحراميه. بيوصل كيفن للفندق بيكتشف ان الموظف عرف انه سرق البطاقه الائتمانيه، بيجري كيفن منه بسرعه ويدخل الاسانسير، بيروح للاوضه وبيلم حاجته وبيحط اكل في الشنطه علشان يكفيه مده الاجازه، وبيشغل التلفزيون على الفيلم اللي بيحبه وبيخلي البطل يرد على الموظف مكانه اللي بيصدق انه بيتكلم مع شخص حقيقي
حقيقي من ورا باب الاوضه. بيهرب كيفن بعد ما يقتنع الموظف في الفندق ان الشخص اللي في الاوضه معاه رشاش. بمجرد خروج كيفن من الفندق بيلاقي قدامه الحراميه اللي بياخدوه بيقولوا له انه كان السبب في سجنهم، انهم هيسرقوا محل الالعاب بالليل وهياخدوا جوازات سفر مزوره ويهربوا. وبيسجل كيفن كلامهم بالجهاز اللي معاه. بعدها بيشد شنطه واحده في الشارع بيقول لها ان الاثنين دول هم اللي عملوا كده، فبتضربهم وبيجري بعدها كيفن منهم بسرعه. في الوقت ده كان اهل كيفن وقرايبه في اوضه فندق بيتفرجوا على التلفزيون. فجاه بيرن التليفون وبيعرف اهل كيفن ان ابنهم في نيويورك، لان الشرطه توصلت البطاقه الائتمانيه بعد ما استخدمها في فندق بلازا. بتقول الام ان كيفن ممكن يروح لعمه في نيويورك. كان الاب بيقول ان بيت اخوه بيترمي وباخوه في باريس. بيقرر اهل كيفن يروحوا نيويورك يدوروا عليه. بالفعل بيروح كيفن لبيت عمه وبيفضل ينده ومحدش بيرد عليه، وبيفضل ماشي في الشوارع وبيتخض من شكل المشردين. وبيوقف تاكسي وبيلاقي السواق شكله مخيف، فبينزل بسرعه وبيجري بعيد وبيقعد ياكل في البسكويت اللي اخده من الفندق. وبيتلم عليه الحمام فبيقرر ياكلهم. فجاه بتظهر واحده ست مخيفه وبيصرخ كيفن وبيحاول يجري، لكن رجله بتتزنق بين صخرتين فبتساعده الست الغريبه. وقتها بيعرف كيفن انها مش مخيفه وبيتاسف لها عن طريقته معاها لانها خوفته في البدايه، وبيسالها عن الحمام اللي حواليها ازاي بتقدر تخليه يجي لها. فبتدي له اكل للحمام وبتطلب منه يرميه على الارض. ساعتها هيتجمع حواليه زي ما بيتجمع حواليه. بعدها بيقول كيفن انه سقعان والدنيا برد ومش عايز يقعد في مكان مخيف زي ده، فبتاخده الست على سطوح مبنى الاوبرا. بيتفرج كيفن من فتحه في السقف على الاوركسترا وهي بتعزف. بتقول الست الغريبه انها بتسمع موسيقى عظيمه دايما في المكان ده، ان ما عندهاش اصدقاء غير الحمام عشان كده بتقعد وسطهم. بيحكي لها كيفن عن عيلته ومشاكله معاها. بتقول له الست انها كانت زيه، عندها عيله وبيت وهربت منهم لانهم ما حبوهاش، ومن ساعتها ما بتثقش في حد وبقت مشرده والناس بتخاف منها في الشارع، ان كيفن اول شخص تتكلم معاه من سنين. بيتمشى كيفن بعدها في الشارع وبيشوف طفل من شباك مستشفى، بيفتكر كلام صاحب محل الالعاب وكلام الحراميه. بيقرر يوقف خطتهم الشريره. بيجهز كيفن مجموعه من المقالب والحيل وبيوزعها في بيت عمه علشان لما الحراميه يجوا وراه يقعوا فيه. وقتها بيوصل اهله للفندق وبيسالوا عن اللي حصل لابنهم. بيقدم لهم الموظف هديه من الفندق اوضه مجانيه يقعدوا فيها. وبيقرر الاب يروح لقسم الشرطه عشان يعمل بلاغ ويدور على ابنه. بتقرر الام انها تمشي في الشوارع تدور على ابنها. لما بتدق الساعه 12 بالليل يظهر الحراميه في محل الالعاب اللي كانوا مستخبيين جواه، ويفتحوا صناديق الفلوس وبيسرقوها ويحطوها في شنط. بيشوفهم كيفن من الفاترينا وبيبدا في تنفيذ خطته تجهيز المقالب. وبيخبط على الفاترينا، واول ما بيبصوا للحراميه بيصورهم بالكاميرا ويكسر الفاترينا علشان جهاز الانذار يشتغل. ولما بيحاول الحراميه يهربوا بيقعوا في اول مقلب عمله كيفن، وبيصورهم كيفن للمره الثانيه ويجري بعيد. بتروح الام لبيت عم كيفن وبتخبط عليه ومحدش بيرد عليها. فبتمشي ويوصل بعدها كيفن اللي بيدخل البيت يستخبى جواه. وبيوصل الحراميه وبيكلمهم من على السطح وبيرمي عليهم طوبه بتصيب واحد فيهم اللي كان اسمه مارف. فبيقرر زميله هل انه يدخل البيت وينتقم من كيفن. وبيحاول مارف يدخل البيت فبيلاقي حبل موصول بالاكره، لما بيشده بيتعور من المسامير اللي بتدخل في وشه وجسمه. بيحاول هاري يدخل البيت من ورا، لكن بيكتشف ان كيفن عامل له مقلب في المدخل هو كمان. وبينجح مارف انه يدخل البيت لكن بيقع في فتحه على الارض. اما هاري بيحاول يفتح الباب الخلفي فبيقع عليه معدات البناء. واول ما بيقوم مارف بيحاول يتحرك بيتزحلق في ماده حطها كيفن على الارض، وبيقع عليه البويه. بيحاول يدور على مناديل فبيمسك في الكهرباء بالغلط وبيتكهرب. وبيفتح هاري النور وبيحاول يمشي بحذر في البيت لحد ما بيفتح لمبه بتولع في راسه. وبيحاول مارف ان هو يتحرك على قد ما يقدر بعد ما اتكهرب. بيلاقي قدامه حبل فبيشده ويقع عليه علبه اسمنت. وبيشوف مارف كيفن وبينده على هاري وبيقول له ان الطفل في غرفه المعيشه، لكن هاري بيقع من على السلم لما بيحاول يجري وراه. وبيطلع مارف من الحفره اللي وقع فيها وبيوصل لزميله هاري، وبيحاول يطلعوا على السلم عشان يمسكوا كيفن. فبيرمي كيفن عليهم اسطوانه حديد رابطها بحبل. بيقع الحراميه في الحفره مره ثانيه، وبيرفض الحراميه يستسلموا الالعاب كيفن. وبيطلعوا للدور الثاني عشان يمسكوه، لكن كيفن بيرمي دولاب على السلم وبيقع على الحراميه اللي بتخبطه في الحيطه. وبيطلعوا على السطوح وبيلاقوا كيفن خرج بره البيت. بيقرروا ينزلوا بالحبل، لكن كيفن كان مليء بنزين وبيولع في الحبل وبيفلت الحراميه نفسهم وبيقعوا على الارض. وبيقع عليهم علب البويه. بيجري كيفن يبلغ البوليس، بيقول لهم ان في حراميه في المنتزه انهم مسلحين. وبعدها بيحاول يجري لكن بيتزحلق في التلج. بيمسكوا الحراميه وبياخدوا شنطته ويطلعوا منها الصور اللي صورها لهم. فجاه بيلاحظ مارف وجود حمام كتير جدا في المكان. بتظهر الست الغريبه وبترمي على الحراميه اكل الحمام اللي بيتجمع عليهم. بيجري كيفن بعيد وبيشكر الست على مساعدتها. بيولع في العاب ناريه عشان الشرطه تعرف توصل لهم. وبيتفرج كيفن من بعيد على الحراميه والشرطه بتقبض عليهم. بتوصل الشرطه لمحل الالعاب، بتأمر صاحبها انه يودي الفلوس للمستشفى بسرعه. بعد محاوله اقتحام المحل بيلاقي صاحب المحل حجر ملفوف فيه ورقه، ولما بيقراها بيلاقيها من كيفن اللي بيقول انه اضطر يكسر الازاز عشان يوقف الحراميه عن سرقه المحل. لو ما عندوش تامين يغطي التكاليف هيبعت له هو الفلوس لما يرجع شيكاغو عشان يصلح الازاز. وبيشكره على الطائر الهديه. نفس الوقت ده بتتمشى الام في شوارع نيويورك تدور على ابنها وتوري الناس صورته. بيقول لها رجل الشرطه تحط نفسها مكان ابنها، تفكر ممكن يروح فين في وقت زي ده. وبالفعل كيفن كان عند شجره عيد الميلاد الضخمه بيتكلم معاها وبيقول انه نفسه يشوف مامته ويعتذر لها. تظهر مامته فجاه وبتنده عليه. بينبهر كيفن وبيجري عليها وبيحضنوا بعض وبيعتذروا لبعض وبيرجعوا للفندق. وتاني يوم الصبح بتصحى الاطفال ويصحوا اهاليهم ويكتشفوا وجود هدايا كتير جدا جايه لهم من صاحب محل الالعاب بعد اللي عمله كيفن معاه. وبيقول باز ان لولا كيفن ما كانوش هيبقوا في مكان
مكان زي ده مع هدايا كتير مجانية. لذلك كيفن يستحق يفتح أول هدية. ويشوف كيفن لعبة على شكل طائر بشجرة الكريسماس ويفتكر هدية الراجل، وبيجري يروح للست الغريبة ويديها طائر ويحتفظ هو بالتاني، وبيحضنها ويقول لها إن ده معناه إنهم هيفضلوا أصدقاء للأبد. وبيرجع كيفن لأهله وبتنتهي الحكاية. الفيديو ده كتبته وسجلته أمل عقيل ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر، ده اللي هو أنا يعني. وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية. وفولو لصفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والأنمي. سلام.